مساء الخير، كيف حالكم؟ اليوم بتكلم عن الفيديو المباشر اللي فعلته قبل فترة، وبتكلم عن الهجوم اللي وقع لي من بعده، وبس شوية مواضيع هكذا. والمهم، أول شيء الهجوم كان قوي من أغلب الناس. يعني كيف أقول لكم، ما انا داري على ايش وقع هذا الهجوم بالضبط، بس المفروض انه ما حد خرج من البث اللي فعلته الا هو بيضحك. كل الناس اللي دخلوا وضحكوا، يعني كانوا يراسلوني اغلب الناس انهم ضحكوا كلهم، وانا نفسي كل ما ادخل البث المباشر اضحك، كل ما فتحت الفيديو حقي اضحك. بالعكس، يعني انا رسمت الضحكة على وجهكم، فهذا الشيء مش غلط ابدا، بالعكس كان فيديو حالي وبيجلس ذكرى طول عمر لي. المهم، بس كان بهجوم انه كان بناس متناقضين قوي في هجومهم علي. يعني تلقى اشخاص يدخلوا يعلقوا على بنات يمنيات مش محجبات، سواء كان مذيعات صحفيات او ايش ما كان، يدخلوا يعلقوا عندهن منورات وبنت اليمن ومدري ايش، وتعليقهم عندي يختلف. نفس الشخص ممكن يدخل يعلق عندها تعليق إيجابي ويدخل عندي يعلق تعليق سلبي. المهم، هذا يسموه تناقض، وأعتقد إنه إن أنتوا يعني بيقع الهجوم علي أكثر، بنتعرض للهجوم أكثر ما بتعرضين البنات الثانيات. يمكن لأنه أبي، لأن أنتوا تختلفوا سياسيا مع أبي، فأعتقد من الغباء إن أنتوا يعني تحاسبوني على أشياء ما أنا مش أنا اللي فعلتها. يعني هذه مواقفه بالسياسية هاجموا، أنا أختلف معه في نقاط كثير وما نتفقش، بس ما تهاجموني أنا لأنه ما ليش دخل. يعني هو هاجموا في صفحته، انتقدوا في صفحته، أنا انتقدوني على الأشياء اللي بنقدمها مش على الأشياء اللي بقدمها أبي. المهم، كان به نقاط كثيرة، يعني اللي كانوا ينتقدوها البعض في البث المباشر الأول، بمنهم كانوا يقولوا ليش ما البس الحجاب، أو ليش طلعت في البث المباشر بشعري. هذا الشيء ما يخصكم، يعني هذه في الأخير هي حرية شخصية، ما أنا ما أتحاسب أنا وياك، يعني أنت أتحاسب وحدك وأنا أتحاسب وحدي، فهذا الشيء ما يخصكش، وما هوش قدر إنك تدخل تشتم، مش قدر أبدا. ما تفتحوا موضوع الحجاب مرة ثانية ولا تتعذروا على الحجاب، لأنه هذا الشيء يخصني. وشو هي المشكلة؟ مش في الحجاب بس، أقول لكم هي المشكلة كانت في الحجاب، وبه ناس كانوا يقولوا مش بس الحجاب، كانوا يقولوا ليش تطلعي بث مباشر أساسا. وهو أنا أقول لكم، لو كنت محجبة أو منقبة وطلعت بث مباشر ما كنتوش عارف تتقبلوا، لأن إحنا مجتمع ذكوري، تشتو تجسون تو بس، تشتو الرجال بس اللي هم يفعلوا كل شيء، تشتو بس مواقع التواصل الاجتماعي للرجال بس، ما تشتوش يكون للمرأة وجود فيها. بالعكس، هي وجدت للإنسان سواء ذكر أو أنثى، فمش غلط أبدا إن أنا طلعت بث مباشر وغلطت المرة الأولى، ومعي غلطات كثير وبغلط هذه المرة والمرة الجاية، بس هذا الأغلاط هذه تفيدني أكثر مما تضرني. كنت أشتري زيت عشان أذكر. انتو دايرين ان ايش اسمه حنجلس تحاكى انا وجدتي او انا وجدي، ويحاكونا من زمان، من ايامهم او من زمان، يعني قبل 100 سنة. ما كانش بها هذا التشدد، ولا كان يفصلوا بين الجنسين، ولا كان هذه الاشياء اللي بي الان بيقولوا عليها حرام، ما كانت موجودة. كان عادي النسوان زمان يخرجوا يقدحوا جمعة، يخرجوا يزرعوا جمعة، سواء محرمها ولا مش محرمها، عادي ويتحاكوا. بس هي هذه الأشياء هي دخلت من قبل، أعتقد هكذا بعد ثورة 62، بعد المد الوهابي والمد الإخواني،
فبدأ هذا التشدد في اليمن، وأنه بدأوا لهم ممنوع الاختلاط وممنوع مدري إيش، ممنوع التعليم، مش ممنوع يعني، بس كان عيب أنه الواحدة تتعلم. وماذا الحين قد معانا مدحوثي، قد هو أخس من الأولات. وبس والله كنت أشتحككم من هذا أنه البث المباشر، أقول لكم ليش ضحكت في البث المباشر الأول. كانت صاحبتي عندي في البث المباشر الأول، وأنا كنت مجهزة موضوع على أساس أطلع أتكلم فيه، موضوع كان عن الإيجابية بس، وقع لي وقع وضحكت. وأنا هذه صاحبتي، كل ما التقي أنا وياها نضحك ما نستر شنو نوقف، وصبرت 4 دقايق، قلت مدري ومدري وبطل ضحكة، مدري وبطل ضحكة، ما ماشي. رجعت خلقت البث، بعدها اتصلت لبي قلت له خلاص أنا بمسح البث لأنه كان تافه، كله ضحكة ولا استفادوا مني معلومة واحدة. فقال لي، هو عايز تشوفه بسرعة، ويقول لي تشوفه، قال ماشي عادي، البث كان عادي لطيف، وكان يعني ما بش في أي حاجة خارج الحياء. وبس والله دحين اشتاق رسالة للبنات، دافعًا على حقوقكن، لا تصدقين الرجال كلهم والله، ومشتوا هكذا نخلي الساحة فاضية لهم، دافعًا على حقوقكن، لأنه حقوقكن ما بتعدي الدين ولا بتتعدى على حقوق الرجل، ولا هي سبيل للإلحاد حقوقكن. فسواء كنتي منقبة محجبة بدون حجاب، انت يعني انت بس افعلي هدف قدامش وسعي لا تحقيقه، يعني ما تشتبهي المجتمع، ما ادري ايش قلتهم المجتمع، ما المجتمع هو ما عارضه شيء اصلا من الاساس انك تظهري او يكون لش كيان. المهم وش كنت في زوجياتك؟ وبس والله مثلا انا كنت زمان اقول خلاص المجتمع يقول هذه الحاجة عيب، خلاص ما تفعلهاش، بس الآن ما فعلت لي، أنا فعلت لي مبادئ خاصة بي، فعلت لي خطوط مني متجاوزها وخلاص، وبعدها أنطلق بغض النظر يتقبل المجتمع ولا ما يتقبل، المهم إن معي مبادئ ومعي هدف واضح، خلاص أمشي. والله كملت اللي عندي، ما عاد أدري إيش أقول. خلاص انا قد بنهي الان، مع السلامة.